أنا رانيا من عيلة أبو رامي من وسط قطاع غزة. إحنا بنعاني معاناة صعبة جدا، إحنا 6 بنات، أبوي فاقد للسمع وأختي فاقدة للسمع، أختي الثانية بتعاني من مرض جلدي وكسر في المفاصل. نحن في اليوم عيلتي في اليوم بتموت 1000 موتة من المعاناة اللي بتعانيها، ما في بيت يقوينا. إحنا 6 بنات بننام في غرفة واحدة، الحمام لما واحدة تمر بالحمام بستنى واحدة بتنطر التانية بس علشان ما حدش يشوفها. الجيران والصراصير كأنهم أحد أفراد عيلتنا بيناموا معنا، أفراد عيلتنا بيناموا معنا ونهر. إحنا أرواح، إحنا جسد بلا أرواح، إحنا ميتين، إحنا على وجه الأرض مش عايشين. في اليوم بنموت 1000 موتة، 1000 موتة بنموت من المعاناة اللي بنعانيها، ما في بيت يقوينا، ما في بيت يسترنا، ما في بيت يحمينا. أنا بترجف علي الغير، أنا بترجف علي الغير إنهم يزعونا يبنونا بيت يقوينا، يبنونا بيت يسترنا، يبنونا بيت يحمينا. احنا ميتين على وجه الارض، احنا مش عايشين، نحن جسد بلا ارواح، نحن بنموت، انا وعيلتي بنموت 1000 موتة من المعاناة اللي بنعانيها. احنا مش عايشين زي باقي البشر، احنا نفسنا نعيش، نفسنا يكون لنا بيت يقوينا، نفسنا يكون لنا بيت يحمينا، نفسنا يكون لنا بيت العيش فيه زي باقي البشر. الحمام الله، مين يا عالم في بنت بتستنى اختها باب الحمام خايفة حدا يشوفها؟ اما احنا 6 بنات عايشين في غرفة واحدة بالعاني بنموت 1000 موتة من المعاناة اللي بنعيشها، لان بيت الا غرفة بتقينا من ما بتقينا لا من برد ولا من حر. بترجاكم كنت تبنولنا بيت اللي قوينا، بترجاكم داخل على الله ثم عليكم، داخل على الله ثم عليكم، داخل على الله ثم عليكم، ان كنتوا تسعولنا بيت يقوينا. احنا ميتين، نحن جسد بلا ارواح على وجه الارض، بالجيش لا مأوى ولا مسكن، احنا بنموت 100 موتة من المعاناة اللي بالعزة، يوم بعد يوم بنموت 100 موتة من المعاناة اللي بتعيشها. انا بترجى في عيني الخير، بترجى في عيني الخير انهم يزعلوا يبعدوا بدري يقوينا. احنا كنا بننام جنب بعض لما نسمع صوت بس في الليل بيجري جراي جنب ابونا، نفكر حدا يجي علينا. يعني هذا الحمام اللي احنا عايشينه، احنا عايشين فيه، مش له باب، وضع صعب كثير، بنسكن بنوقف خواتي، يعني عن بعد واحد اسمه محمد او اختي بتوقف خواتي تصبرنا، يعني من العين اللي احنا فيها. بعدين هذا المطبخ مطبخنا الصغير، يعني واحدة اللي بتوقف فيه، يعني الثانية يعني يا دوب بنوقف احنا تنتين فيه، وضع صعب عن جد عايشين في هذا الوضع. هذا برضه المطبخ، كما شفت المطبخ وكما وصفت لكم حالة المطبخ والحمام، احنا برضو عايشين في غرفة صعبة بشكل. هذه الغرفة اللي احنا عايشين فيها، اختي المريضة اللي بتعاني من كسر المفصل والمرض المزمن بنيمها، واحنا بنجيب الفرشاة واحنا 5 بننام هنا وامي هنا، يعني وضع صعب. هذه الغرفة لا هي وقتنا، لا الشتاء ولا لا برد الشتاء ولا حر الصيف، يعني وضع صعب كثير. واسلاك الكهرباء برضو هي يعني بتخاف بشكل كثير، يعني انتخبطت لسه احنا محتاجه برعب نصره على طول بنروح على ابوه. بكيت وهل بكاء القلب يجدي، انا كل ما اجيب علاج بحرقني بجسمي حرق، انا الحرق جسمي من كثره العلاجات.
أنا انحرقت حرق، أنا من كثرة الصيف أخواتي بيجيبوا لي المية الساقعة على رجلي وعلى جسمي عشان يبرد جسمي. أتمنى إنكم تساعدوني. تطيب لنا بالحياة وفينا ضعيف والبنات انكسر. أنا بترجى في عيلي الخير، بترجى في عيلي الخير إنهم يزون يبنونا بيت اللي يقوينا، يبنونا بيت اللي يسترنا، يبنونا بيت اللي يحمينا.